إلينا الكاتب الصحفي سلمان شريدة. سلمان، طاب مساؤك وكل عام وأنت بخير. يعني دعني أعرج على تحذير الأمم المتحدة من الوضع الإنساني والطبي السيء، والتي للأسف إسرائيل أمام هذه التحذيرات واللفتات الدولية تضع طينا وعجينا في أذنيها، وأن الوضع الصحي خاصة في شمال غزة سيء. عدد القتلى في منذ إطلاق الهجوم الإسرائيلي الغاشم في بداية أكتوبر يزيد على 34,000، هذا إذا ما قلنا أنه ربما ليس العدد دقيقا، لكن هذه الأرقام التي تأتي من الصحة الإسرائيلية. ماذا يمكن أن نقول عن هذا الجرح الدولي الذي للأسف لا يلتفت إليه العالم؟ مساء الخير جبرين عليك وعلى المشاهدين، وكل عام أنتم بخير. حقيقة اليوم نحن نقف أمام هذه المعاناة التي استمرت لعدة أشهر حقيقة يعاني منها الشعب الفلسطيني، وما زالت الدماء تسيل في فلسطين، وما زالت أيضا الأمم المتحدة حقيقة لم تقم بدورها الإيجابي حقيقة مع الشعب الفلسطيني والإنساني، والتي هو يعد من ضمن المواثيق والمعاهدات التي اتفقت عليها جميع الدول في عدم يعني الاستمرار بمثل هذه الأوضاع الإنسانية، وأيضا استمرار حقيقة الأعمال العنف والأعمال العسكرية التي حقيقة ضد شعب أعزل وليس لديه أي مقومات حقيقة يجعل هناك تكافؤ حتى عسكري، ولكن للأسف. عفوا سلمان، دعني أدخل قليلا في حديثك. ألا تتذكر أنه قبل يعني أيام أو أقل من أسبوعين يعني أعلن مجلس الأمن عن إصدار قرار بإلزامية إدخال المواد الإغاثية والطبية إلى غزة؟ هل هو يعني شيء نثره الريح، يعني قرار الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارات صارت تنثر يذهب بها الريح؟ من المؤسف جدا أن هناك حقيقة يعني عدد، أو دعني أقول في الشرق الأوسط، دولتين لا تعترف بقرارات الأمم المتحدة، ونحن نعرف هذه الدولتين جيدا، هي إسرائيل وكذلك إيران، وبالتالي هذه المماطلة وهذه حقيقة الاستمرار بمثل هذه المعاملات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء هذه الأعمال العسكرية والتي يضرب فيها عرض الحائط، وأيضا عدم الالتزام حقيقة في الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني بمثل هذه المواقف، أنا أعتقد أنها يعني تعتبر جريمة أمام صمت دولي، وهذا حقيقة يجب على المجتمع الدولي اليوم أن يقف أمام مسؤولياته في مثل هذه الأعمال التي تتنافى مع أي دين وأي إنسانية. يعني للأسف أن إسرائيل للأسف تقوم بعمليات لا مبرر لها، خصوصا بعد أن أنتفت الأسباب التي دعت لبداية مثل هذه الأعمال العسكرية في منذ بداية أكتوبر الماضي، وهي تقوم بتعطيل أيضا البنية التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياة الفلسطينيين اليومية، بالإضافة إلى هناك يعني مصادر تشير إلى أن قطاع غزة يعني سجلت أكثر من 750,000 مرض معدي، وبالتالي أنا أعتقد أن مثل هذه يعني الأعمال الغير إنسانية حقيقة يجب على المجتمع الدولي إيقافها حقيقة، والجلوس على طاولة الحوار لحل مثل هذه الأمور سياسيا. لا يمكن مثل هذه الأعمال، أنا أعتقد أنها تقوم إسرائيل بعملية تهجير قسري وعملية ضد الإنسانية في مثل هذه الأعمال حقيقة ضد الشعب الفلسطيني. طبعا المملكة العربية السعودية لم تتوانى ولم تقصر حقيقة في جميع الجهود، سواء وخصوصا في الجهود الإنسانية. هذه الطائرة الإغاثية اليوم هي 46، رقم 46، والتي تحمل مواد غذائية وإيوائية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هذا يؤكد على أن دور المملكة الريادي في دعمها الدائم والمستمر للشعب الفلسطيني هو انطلاق يعني من مكانتها العربية والإسلامية والدولية واستشعارا لمسؤولياتها أيضا السياسية والإنسانية. بلا شك يعني المملكة لها دور إنساني عالمي كبير ومعهود، ولا سيما مع الأشقاء في مختلف الأزمات والمحل، وخصوصا أن الشعب الفلسطيني اليوم يمر حقيقة في مثل هذه الأزمة. أيضا لا ننسى أن خادم الحرمين الشريفين أطلق الحملة أو أمر بإطلاق الحملة الشعبية التي يعني ساهم فيها
جميع الشعب السعودي وقوفا متضامنا مع أشقائهم. أيضا بكل تأكيد هذا يتزامن أيضا مع دور المملكة السياسي وجهودها الدبلوماسية الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ورفع المعاناة عن الفلسطينيين والسعي لنيل حقوقهم وإقامة دولة فلسطين على حدود 67. هذه المعاناة سائمنا 70 عام أو أكثر ونحن نتحدث عن القضية الفلسطينية. إلى متى يتم هذا الاستمرار مثل هذه الأعمال العنف التي حقيقة وأعمال العسكرية التي لا مبرر لها؟ إسرائيل إذا كانت تماطل بمثل هذه بمثل مبادرة السلام العربية وكذلك أيضا جميع المبادرات التي تهدف إلى تحقيق السلام، أنا أعتقد أنها ليس من المنطق ولا من العقل أن تستمر بمثل هذه الأعمال العنف والأعمال العسكرية التي ضد الإنسانية. وبالتالي أنا أعتقد أن الحل هو الجلوس طاولة. أنا أعتقد ليس هناك جدية وهذه مماطلة من إسرائيل حقيقة، ويجب على المجتمع الدولي أن يقوم بواجباته اليوم ضد هذه الأعمال التي ترتقي لجرائم حرب حقيقة. دعني أختم كلامي معك سلمان حول أن إسرائيل تكذب وأن العديد من الدول تساهم في تصديق هذه الكذبة بأنها تبحث عن زعماء حماس سواء في غزة في جنوبها في شمالها، وإسرائيل تعلم أين هم زعماء حماس الذين تبحث عنهم، ليسوا في داخل الأسر التي تقتلها. على كل حال شكرا جزيلا لزميلنا الكاتب السياسي سلمان الشريدة الذي كان يحدثنا عبر الهاتف.